السلام عليكم حبيبات ديالي. اقتراح اليوم ما يكون ارز بالخضار، كنقدمه كطبق جانبي تيجي لذيذ وسهل التحضير. في المكونات غادي نحتاجو تشكيله من الخضار، بالنسبه لي اختاريت جزر، لفت، لوبيا وجلبانه. يمكن السيده تعمل اي خضار متواجده عندها وتتبغي. غادي نحتاجو الرز، زيت الزيتون، ملح، ثوم بودره يمكن استبدالها بدرسان من الثوم، فلفل اسود، زنجبيل، كركمة، فلفل احمر، وبصل مقطع مربعات. في اناء غادي نوضعو كمية من البصل، نضيفو له زيت الزيتون، ملح، خضر مشكلة، ثوم بودرة، فلفل أحمر، كركمة، زنجبيل، فلفل أسود، ثم نضيف الرز. غادي نعملوا هذه المكونات كامله بها تشحر على النار. ضروري من عمليه ديال التشحار حتى تلبس الحبات ديال القرص بالزيت وبالتتبيله باش ما يجيش كيتلصق وان او تيتعجن. من بعد ما تنشحروه بشكل جيد تنضيفوا المرق، من الاحسن يكون مرق الدجاج، ما توفرش للسيده، يمكن لها تعمل غير الماء العادي من الصنبور، ودائما كمية الماء تكون الضعف ديال الرز. مثلا لعملنا كأس من الأرز نعملو الضعف ديالو، جوج الكؤوس من الماء هكذا. من بعد ما تيطيب لنا الرز ترفقو به المشاوي أو المقليات، تنوضعوه في جانب الطبلة. كنتمنى تجربو الوصفة ديال اليوم، ما تنساوش تلايكيو لافيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويضغط على زر ابوني وسبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناة. ومرحبا بأسئلتكم باقتراحاتكم، ودعوا لي أسفل لافيديو وإن شاء الله نجاوب عليها. شكرا للمشاهدة.